بهذا الأسبوع مواضيع عديدة صارت أبرزها التقليد الغير متوقع من دنيا باطمة للشيخة خربوشة. كل العالم عم تسأل مين الشيخة خربوشة، رح فسر لكم وشو جاب لجاب. كمان رح نحكي عن الإطلالة الرائعة الهوت كوتور يلي عملته نور ستارز بمهرجان الجونة، ما رح تنتسى ابدا هيدي الاطلالة، انا بأكد لك هيدا الشي. كمان حضور بشرى للمهرجان على الرغم من انها تعرضت لحادث. كمان تفاصيل واسرار وفضايح جديدة عم بتصير بين المود الروز وطليقة، شو كواليس هيدا الموضوع وعلى مين الحق وشو رأيي انا بهيدا الموضوع، ومواضيع عديدة مثل كل اسبوع ما رح فيكم تقفوا ولا موضوع. خليكم متابعين. منبدأ من المغرب وتحديدا من الست نفاخة يلي اختارت بهيدا الاسبوع انه تظهر بصورة على انستغرام عم بتقلد رمز مغربي معروف، وهي الشيخة خربوشة. يلي ما بيعرف الشيخة خربوشة، الاسم شوي غريب، هي احد رموز المقاومة بالمغرب لانه هي كانت شاعرة واختارت انه تكون مقاومتها عن طريق الشعر، صارت تقول شعر وتشجع القوم تبعها للمقاومة والصمود، وهيدا الشيء ادى بالاخير لاستشهادها. ولكن للأسف انه الست نفاخة اختارت وبكل وقاحة انه تقلدها وتظهر حالها بمنظر انه هي الشيخة خربوشة، بس طلعت النتيجة ماكسيموم عليك يا حبيبة قلبي الشيخة ضعسوقة. ليه يا حبيبة قلبي انت شيخة ضعسوقة؟ هديك عندها تاريخ من النضال والمقاومة واشياء بتحفي الشعبة، انت شو تاريخك غير النفخ والبوتوكس والفضايح وخربان بيوت العالم والسحر والشعوذة وغير هيدي الامور واثارة الجدل والرمان والافا، يعني شو بدنا نحكي؟ لنحكي حرام عليك تجي وتتعدي على تاريخ هيك انسانة الا مساهمة بالنضال، بينما انت عندك مساهمات ما شاء الله بالجملة بخربان البيوت والنفاخ والبوتوكس. على الرغم من الاطلالات الشنيعة يلي شفناها بمهرجان الجونة، وكانت بشرى مساهمة ببعض الاطلالات الشنيعة بهيدا المهرجان، تعرضت لحادث ألصبوها بالعين ما بعرف عشو، وتعرضت لحادث بنقلها الحمد لله على السلامة. خلينا نشوف شو رجعت من عملت من بعد ما خلصت من هيدا الأكسيدون. وحبيت أطمن الناس كلها على بشرة، هي نزلت والحمد لله على السلامة حبيبتي. يعني ولي تحت الأرض ريتك، يعني مش عم بفهم، انت جاي مقطش كل قطعة لحالة مثل الموميا من قبر فرعون مستخرجينها عشوائي، رح تجي بالمصل والاكسجين تبع الانعاش كمان. يعني ما تخافي يا حبيبة قلبي، ما رح يهرب المهرجان منك، السنة الجاي في مهرجان والبعده في مهرجان، وسم الله عليك ما خليتي مهرجان ما حضرتيه، جاي بعدهم مقطبينك كل شقفة لحالة، مجمعة حالك وجاي على المهرجان هالقد مهم، بدل ما تروحي تقعدي بالبيت ترتاحي لك جمعة جمعتين تدعي ربك تقول الحمد لله انه امنا بالسلامة وما صار لنا شيء. لا، وخصوص ضروري العالم يشوفوا هالفستان الرائع اللي لابستيه وهالجمال الخارق، لا بليز الا ما يروح علي هذا اليوم. فعلا تعتير، وديش صرنا ناس سطحيين ما همنا الا الشو اوف حتى على حساب صحتنا. نو شانس، ما في شانس ابدا. نور ستارز دعيوها على مهرجان الجونة، والمفاجأة كانت بهيدا اللوك والاطلالة الرائعة. يعني انا اكيد هلا من بعد هيدي الاطلالة بنصحك تزيدي على اسم قناتك على اليوتيوب يي وتي مربوطة، بتصيري نورية ستارز تحت الارض ريتك، جرستينا نحن انبسطنا انه هلا صار في يوتيوبرز عم بيروحوا على مهرجانات عم بيعطوكن اهمية مثلكم مثل نجوم المسرح والتلفزيون. بالاخر رحت البستيلة هي هالطقم الاخضر مثل كأنك مستعرتيها من فوازير فطوطة تبع سمير غانم سنة 1983 تحت الارض ريتك. لا، ومين معه؟
مع ريا وكمان لابسة أخضر مثله وتقريبا نفس الطقم، عاملين مثل الخس والخيار. يعني كان ناقصكم خبز يابس وسماق وعملنا فيكم فتوش. شو هالذوق يا عمي، شو هالذوق؟ هيدي طقمي مانا حلوة للنسوان من الآخر، يعني من الآخر مانا حلوة وانا لابقيت ليك. يعني من أشنع وأبشع الإطلالات يلي شفناها. كمان كل مالي يعني كل ما أشوف وحدة إطلالتها بشع بقول خلص ما حيجي أبشع منها، بس الحمد لله عم بتفاجئوني أكتر وأكتر إنه لا، وليد حيجي الأبشع الحمد لله. أنت بتتكلم جد؟ والله ما أعرف غير منك دلوقتي أبو حميد. شذا حسون غير مقتنعة بأنه فستان الأزرق يلي كانت لبسته بأول يوم من المهرجان أنه مش حلو. خلينا نشوف كيف دافعت عن فستانها ونعود للتعليق على الموضوع. يلا خمسة ونص. يعني شو بدي أقول، أول نهار وصلت فيه على الجونة ولا على المهرجان ولا على الستيج. الحمد لله أنه كان في مي حد الستيج لطفوا الستيج بليلة المهرجان ولا على الريد كاربت ولا على الريد كاربت بالفستان الازرق. يا حلو، يعني بموت فيه. This is chance بتاعي. شفت هيدا بيقولوا انت واحد بيحمل معاه حاجة رح اوديه معي في كل المهرجانات. شو قصة الفستان الازرق اللي في العالم كلها؟ جنن والله العظيم، ده احلى فستان بحياتي. هالقد بموت فيه، هالقد جاب لك الترافيك. جاب لي ترافيك مش طبيعي. انه ايه ليش مستغربين؟ يعني هو بالفعل احلى فستان هي لبسته، هيدا بذوقها لانه بيعكس شخصيتها. طالعة فيه مثل السمكة، ومثل ما بتعرفوا السمك كله ريحة زنخة. والست شذا حسون معروفة بزناخة وتقل دمها، يعني عادي انه هو سبحان الله بنظرها مثل القرد بعين امه غزال، وهذا الفستان بعين شذا حسون غزال. بس نصيحة مني يا حبيبة قلبي، المرة الجاي بس بدك تلبسيه قبل بيوم يومين، نقعيب ملح بورق غار ورشة ريحان مشان العالم ما تفطس من الريحة ومن زناختك ومن زناخة اطلالاتك. يعني يا يعني يا شذا حسون يا حبيبي، مش بس بدك على هذا الفستان تعتذري، كل فساتينك كانوا كوارث، تسونامي من الكوارث، تسونامي من الفساتين والاطلالات التي مقرفة لدرجة كبيرة. انك خليكي عم ترقصي انت ومحمد رمضان بزيادة عليك. يا سلام يا سلام، والحشا سندريلا، فشرة سندريلا. المزيد والمزيد من الاطلالات الشنيعة عم بتبين معنا بمهرجان الجونة، وخاصة مع الممثلة زينب غريب. خلينا نشوف شو قالت عن اطلالتها وبنرجع منعلق على هذا الموضوع. اطلالتك بتختاريها ازاي؟ لا ما اخترتش حاجة، انا بلبس لبسي وباجي عادي بقى بصراحة المهرجان. اول شي برافو عليكي، لا تعذبتي ولا رحتي ولا جيتي، لا شو روح ونقي فستان والبس وهيك، هيك لازم نكون مكشفين مهرجان الجونة شلحونا، لازم نكون شالحين لحتى نبرز دغري. لبستي هالستيانة ولبستي هالسلوبات فوق ورحتي، برافو عليكي، عملتي عين العقل تالعالم تحكي فيكي، برافو عليكي. بس تحت الارض رايتك عهالستيانة من القرون الوسطى، ولك من وين حاضي فيها؟ من اذا مستعرتيها من ست ست ستك بالورتي ما بتطلع هالقد، من اية من القرون الوسطى انقرضت هيدي اللي لبستيها؟ معقول وين بعد في منها هيدي؟ عن جد شو جايبتيها من المتحف؟ نخلص من موضوع الستيانة يا اختي من مرق لك. خلونا نشوف شو قالت، كيف بتلعب رياضة وكيف حكيت عن عضلاتها، ونعود للتعليق عن الموضوع. خد باكل اكل صحي عشان ببني muscles like you can see. لا ما شاء الله عنك، هوغ هوغن على هالعضلات. من وين عضلات يا حبيبة قلبي؟ هودي اللي عندك بزيادة قصب مص، منك مسلوتي سلت، وين العضل؟ يعني بيكون واحد عنده قفص صدري وضعيف وما عم بياكل بيقول انا سكس باك، وانت ترهلات ويلا قادرة ترفع ايدك وعملتي لنا فيها مصارعجية. يا حبيبة قلبي لا مش ضابطة معك، نصيحة مني المرة الجاي اذا بدك تفرجينا عضلاتك استعيري شوي من هالة صدقي، وساعتها عن جد بصير عندك عضلات. ولي تحت الارض رايتك جرسينا. لجنة تحكيم ميس يونيفرس اختاروا انه نادين نجام تكون احد اعضاء اللجنة بهيدي السنة لاختيار ملكة جمال الكون.
وذلك من بعد ما نشرت صورة تذكارية على انستغرام، بحيث عم بتشوفوا هيدي الصورة قديش حلوة ولا بقتلة. يمكن هيدي الصورة ساهمت أكتر وأكتر من أنه يعني لعبت دور أنه تكون بلجنة حكم ملكة جمال الكون. ما فينا نقلك إلا ألف مبروك حبيبة قلبي، وإن شاء الله تعرفي تختاري ملكة الجمال الكون المزبوطة. ولكن بخصوص التويت يلي انشرتيها وهجمتي فيها الصحفي يلي عمل معك مقابلة كان عم يحكي فيها عن الفكرة الخرائية أو الفكرة الخرافية يلي أنت قلتيها الخرائية بالغلط وضليتي متمسكة بالكلمة، حاجة هاجمي هيدا الصحفي لأنه هو عمل شغله وبأحسن شي وعمل هيدا الموضوع تريند. يعني يمكن انت لو ما حكيتي هيدي الكلمة خرائية ما كانت المقابلة بينت اصلا شو العالم ما همها غير ايشا لابسي نادين الجام، لا بيكون همها شو حكيت. لازم تشكري لهيدا الصحفي لانه خليك تبيني اكتر واكتر على الاعلام حتى لو بطريقة سوقية. فبالنهاية هيدا الحكي بيعكس شخصيتك، يعني ما الحق عليه، الحق عليك انت شو حكيتي وضليتي متمسكة بحكيك. لو قلتي بعتذر وراح فكري وحكيت شي غلط كانت العالم مرقت لك اياها، ولكن انت غلطتي وضليتي متمسكة بغلطك وانت لازم تتحملي النتيجة ومش الصحافة. ولي تحت الارض رايتك جرسينا. مستجدات جديدة عم بتصير بالسعودية وذلك بالتحديد بين كل من أبو بدر وزوجته فوزية فرع السعودية، أي عم نتكلم عن مودر روز وزوجها محمد. لا أختصر لكم الموضوع يلي مش فاهمينه وبشكل عام ومختصر وبكل بساطة، في دعوة طلاق أدت لأنه يصير في اقتسام للممتلكات بين مودر روز وزوجة، وذلك كونهم مقيمين بأمريكا والقانون الأمريكي لما أحد الأشخاص ينفصلوا بيعتبروها مثل مؤسسة استثمارية وبتتقسم الأملاك بين الزوج والزوجة. هلأ مودر روز كانت عم بتقول بالمقابلة يلي كسرت الدنيا فيها انه زوجها منو رجال وانه هو ما كان عم يشتغل ولا عم يصرف على البيت وانه كل فلوس هيدي فلوسها وبالنهاية هيدي كلها حق لإلها، بينما هو طلع وقال انه هو ضحى بحياته مشانا وسافر من السعودية وترك شغله، بعدين اشتغل بالقنصلية السعودية هنيك وما كانوا معلنين زواجهم، بعدين تم تسريب صورة لإله وإلها وانفضحت للإعلام، وبعدين اضطر يترك شغله بالقنصلية فخسر شغله، وبذلك صار هو يستثمر بمرته أكتر وأكتر لحتى انشهرت وصار عنده فولوورز، وبيعتبر أنه وصول مودر روز للي وصلت له هو بفضله. هلا أنا شو رأيي الشخصي بهذا الموضوع؟ أنا بقول له لأبو بدر خرجك والله لا يقيمك، لأنه أنت أصلا يعني لو رجال مزبوط وبتخاف على عرضك ما بتروح تسوق لرمانات وموديل بزوز وموديل روز وما بعرف شو وتطلعها وتجيبها ومثل كأنك جايبها كمشروع استثماري وأنا عم حقق لها حلمة. حبيبي ليش الزوج هو مهمته يسعد مرته ويحقق لها حلمة، ولا دورهم بالحياة ينجبوا أولاد ويهتموا بولادهم ويحققوا لهم أحلامهم؟ يعني في شيء كتير غلط بتركيبة شخصية. لبالآخر إجا نيكولا بالنص يلي أنت عم بتتهمها أنه صار في علاقة بينه وبينه، وهيدا الشيء يلي فجر المشاكل بينك وبين مرتك. يعني عدا عن أنه هي استغلالية واستثمارية واستغلتك لتوصل لمبتغيها بعدين قالت لك كش، أنت كمان بتتحمل جزء كبير من المسؤولية لأنه أنت سمحت لحالك أنك تكون بهيدا الموقع. ولي تحت الأرض رايتك جرسينا. لفتت الأنظار إليسا وذلك أثناء كانوا عم يعملوا حملة لتشجيع النساء أنه يعملوا فحوص لسرطان الثدي، وذلك من أجل تفادي أنه المزيد من النساء يصابوا بهذا المرض. أكيد مشكورة إليسا على هذا الموضوع. بنفس الوقت اللي كانت عم تعملنا التوعية على سرطان الثدي عملت توعية بطريقة غير مباشرة على عمليات التجميل، لأنه من كتر منك شادة ومن كتر منك حقنة وعاملة اشياء بوجهك كل العالم عم بتقول وجه إليسا كأنه قرفانة وشامة ريحة بشعة. يا إليسا شو عاملة بحالك؟
ما بدي أعلق أكثر على هذا الموضوع، بنتمنى لك بالتوفيق. عرفنا أنه عندك حفلة بالعراق، وهذا شيء دولة العراق الشقيقة في كتير محبة بينها وبين لبنان، وأكيد عندك جمهور كتير كبير هناك. إن شاء الله تتوفقي بهيدي الحفلة. ولي تحت الأرض رايتك جرسينا. عادة كتير كانوا يمرق عندي رقصين على التيك توك، كنت أقول أنه حيجي فترة ويوقفوا، بس بعد وقت اكتشف انه عم بزيدوا اكتر واكتر، مشان هيك اخترت انه احكي عن البعض منهم بهيدي الحلقة. خلينا نشوف عن مين بدي احكي بالتحديد. بسبوس عاشق بسة ويدلعها بسبوسة، بسبوس عاشق بسة ويدلعها بسبوسة، يلحقها من بيت البيت ويقل اعطيني بوسة يلحق. ليك حبيبي، انا برأيي قبل ما تطلع وترقص وهيك البيس ستياني، لانه وضعات ما نمطمنا ابدا. هاي كميه الارتجاجات والدهون المتراكمه لا بشي، لا فيري ولا بريل، انت وضعات ما انه طبيعي. صرت شايفك 12 13 الف مره على التيك توك وقول ما حاحكي، حضل سادد بوزي معلمك بكره بفيقه بتقولوا لي تنمر، بتفيقه حاله ببطل هاي الحركات، خلص انشهر صار عنده عدد من الفولورز، ترجع مرة جاي بتجي بترقص لي مثل الغسالة الخربانة بآخر عمرها. كتير هالقد كتير يا حبايب قلبي، انتو اللي عم بتعرضوا حالكم للتنمر، لانه انت بمحل منو إلك، انت منو محلك تكون رقاص، ما عندك مقومات، يعني منك في عبده ولا دينا. يعني صحيح دوكي ما بيعرفوا يرقصوا، بس هيدا اللي عم تعمله كمان منو رقص مثل اللي لو تعطوا الكهرباء، ما في مقومات. من وين هالثقة يا خيي؟ لا جسم ولا طول ولا شيء. تقولوا لي عم تتنمر، حبيبي جسمك ما نخرج رقص ولا شيء فيك للرقص يا خيي. يعني اعمل دعايات لحرق الدهون اشرف لك، ما بيصير هلا. انت ومحمد اورمي كمان انت وياه بتضلوا مع بعض زنخين يا جماعة، ما فينا نتحمل هالقد نحنا. يعني بتجوا بتقول بتحطوا حالكم بدور الضحايا، انتوا السبب اللي انتوا فيه. لا تعليق أكتر على الموضوع، بس بدك تعمل تصرف، بدك تتحمل نتيجة. سكتنا كتير بالآخر. ولي تحت الأرض رايتك جر بزيزاتي يا بزيزاتي، بدك ترعى عن ذاتي تحت الأرض رايتك. جو أشقر، جو أشقر، ما بعرف شو الهدف من هيدي الصورة. عامل جلسة ليزر جديد ضد الشعر وبدك تفرجينا ياهون شو هي يا عم؟ يعني حتى جو أشقر صار عم بكشف. كان لازم تكون بمهرجان الجونة بهيدي الإطلالة، ضيعانك ما كنت تروح. ولي تحت الأرض رايتك جر. نشرت زين كرزون صورة لها مع قطتها، وذلك يوم الجمعة يلي معروف أنه يوم مبارك عند المسلمين، والأمر الذي خلى أحد المعلقين يكتب له أنه يوم جمعة أنه ما في داعي تنزل الصورة. فردت له الست زين كرزون: غض البصر أخي المؤمن، أنا بحب إليك غض لسانك ولي تحت الأرض رايتك وبكل وقاحة. يعني نحن هلأ بيوم جمعة، ما بيأثر إذا اجلتيلنا أطلالتك الرائعة بالرمانات من فوق والقطة من تحت، ما أنا مضطرين نشوف قطك ورماناتك يوم الجمعة يا أختي، فيك تأجليهم لمن عشية مش على وقت الصلاة. يعني في عالم ما بتحب، في عالم عقيدتها الدينية يمكن بتفوت على الانستغرام ليطلع لها أدعية بيطلع لهم قط ورمان وما بعرف، حرين. يعني أنت الأفضل بهيدي الحالة أنه تأجلي إطلاق صورة القط والرمانات لبعد الظهر او لمن عشية، ما رح يخموا وتطلع ريحتهم بالنهاية. هاي صورة ما بده الموضوع هالقد، كان الاجدر بكي ما تردي وضلك محترمي هودي العالم. انا اوقات العالم بتكتب لي تعليقات بيكون معهم حق فيها، بسد بوزي اش بيجي ببهدل حالي. ولي تحت الارض رايتك جر. انتشر مقطع بشكل كبير على تيك توك، وذلك قيام احد الفتيات بالصلاة بمسرح للديسكو. خلينا نشوف. يعني ما بدي قلك انت قلبك عامر بالايمان، انت قلبك فاجر بالايمان، استغفر الله العظيم. يعني ما بعرف انت رايحة تصلي كيف، يعني رايحة تلحني الفاتحة ما بتزبط تركزي يا اختي. يعني ما فيك، يعني احنا اذا كنا عم نصلي والتلفزيون داير ما فينا نركز،
كيف بيكون اخبار كيف اذا اغاني ورقص وهشك وبشك كان بعد ناقصك كاس كمان درينك وبتكمل معك. فعلا وصلنا لنهاية الدنيا، ما حتهرب الصلاة منك حبيبة قلبي، كل شيء له شيء، المسرح للرقص وطق الحنك، رايحة ترقصي وتطق بحنكك، بعدين بس تخلصي بتروحي على البيت بتتوضي وبتصلي، ما انا هالمشكلة مسهلة الأمور. أو فيك تروحي على محل شوي بعيد أو على أقرب جامع بيكون فيهم قسم للنساء من فوق فيك تصلي، ما بده الموضوع على هاد، بس بنص المسرح وعلى الألحان كيف زابطة معك ما بعرف. شي بشيب شعر الراس ولا تحت الارض رايتك جرب. هيك بنكون وصلنا لنهاية هيدي الحلقة مثل العادة، ما في داعي اذكركم في حال حبيتوا تقترحوا بعض المواضيع يلي في منهم اقترحتون انتو بهيدي الحلقة، اكاونت انستغرام عم يطلع قدامكن على الشاشة. كمان اذا كنتوا بتشوفوني لاول مرة وحابين تشوفوا المزيد من الحلقات بنصحكم تعملوا سبسكرايب، واهم خطوة لحتى ما تفوتوا ولا حلقة ولا موضوع انكم ترنوا الجرس لانه اللي جاي اقوى كتير.